انا ما عنديش شغاله مصريه، عندي شغاله اجنبيه، لان الشغاله المصريه دايما دايما بتشتكي وبتستلف وبتسرق، وغالبا مش هي بس اللي بتسرق، ده كمان ابنها او جوزها بيستناها تحت وبترمي له حاجات من الشباك، وما عندهمش ولاء ولا انتماء. انا جارتي اتذبحت لان جوزها فتحت له الباب، زقها وذبح العميله وسرقها، طبعا الست اللي بتشتغل عندها وسرقها. طول عمرنا كان عندنا شغالين في البيت بيقعدوا بالعشر سنين والخمستاشر سنة زمان، دلوقتي أصبحت العمارة عبارة عن نصابين وأفاقين وكذابين وجايين يسرقوا وجايين عشان يخرجوا من بيوتهم ويدلعوا ويدوروا على السواق ويدوروا على الطباخ ويدوروا على صاحب البيت ويدوروا على كل حاجة. عندي شغالة بس بقالها كتير 15 سنة وكويسة وأمينة. بيت الخادمات بيبقوا مش كويسين، بيسرقوا، ما كله بيسرق. هم خارجين بياخدوا أي حاجة، ملايات فضة، أي حاجة من الفريزر، من الديب فريزر، ياخدوها ويحطوها بره وهم منزلين ياخدوها. انت مش مجبره انك تجيبي حد يعمل في البيت لو كل الناس بتساعد بعضها، لكن لما بيبقى الحمل على الام بس لوحدها فطبعا بتضطر تجيب حد يساعدها من بره. بعد فتره من الفترات بتبتدي مش نقول تتنمرض، بتبتدي طلباتها بتزيد، بتشوف البيت ده امكانياته ايه، وبعد كده تبتدي تطلب زياده في كل حاجه، يعني لانها بتجيني كل يوم وعارفه انا عايشه ازاي. بنرجع للشغاله كل اسبوع، يعني احنا جيراننا هم يعني بيتعاملوا مع شغاله طيبه وامينه، وعن طريق مدحها يعني احنا جبناها. جربنا زمان كان في قله امانه، يعني بصراحه زمان كان في ناس مش امنه كتير وياما سرقنا. انا كانت جدتي زمان مثلا لو كبيره في السن وما بتشوفش كويس، فكانت الشغاله تكذب مثلا تقول ان الاكل مش نظيف، جدتك ما كانتش واخده بالها وهي بتطبخ وقع حاجات مش نظيفه جوه الاكل عشان هم اللي ياكلوا الاكل مثلا على سبيل المثال، وفي ياما سرقنا. لازم ياخدوا حقهم ولازم يبقى في نوع من المسؤوليه عليهم، يعني أنا مسؤولة عنهم، طالما دخلوا بيتي يبقى أنا مسؤولة عنهم في أي مجال، فيه الكويس وفيه الوحش، فهم عندهم وفي نسبة كويسة جدا كويسين ومهذبين وأمناء وكل حاجة، فلازم الواحد يعتني بيهم ويبقى في يعني رضا ربنا عنهم. يعني مثلا ما واحدة جاتي واشتغلت فترة طويلة وعيت أسيبها يبقى غلط. ما بتعاملش مع المكاتب خالص نهائي، لأن سمعت إن هم مش مظبوطين. طبعا معاناة رهيبة جدا. يعني دكتور صفاء، الكلام اللي احنا قلناه يعني لأوله شرط، آخره ايه؟ نور. نور آخره 100 نور. ايوه، لو انا في عقد ما بيني وما بين اي حد هيجي يشتغل معايا واكون عارفه ان البطاقه اللي معاها دي صح وان العنوان اللي هي بتقوله اللي هي ساكنه فيه ده صح، وابقى عارفه اهلها وبيتها وانها من اصل طيب ومن اصل كويس، وزي ما حضرتك قلتي من شويه والتقرير شغال، نشيل نظره انها شغاله، وهي لو حست بده هتديني معامله كويسه. وهي كمان في مشكله تانية زي اللي قالتها السيده اللي كانت بتتكلم، انها عارفه دخلي ايه وعارفه انا باكل ايه وعارفه ايه داخلي البيت وايه خارجلي، فدايما بتبص، فده هتعالجيه ازاي؟ ما ده ملوش علاج. ما هي الفكره ان احنا، انت عايزه بتقولي ان العقد صح؟ اه ده خلاص اوكي بالظبط. احنا هنحاول نعمل ده، بس بالجانب ده والدكتوره تاكد على كلامي، لازم نظره المجتمع تتغير. عشان ما هي نظره المجتمع عمال ما تتغير قدامك ايه، نعيش ان شاء الله 50 60 سنه كده حلوين. لا 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 ان شاء الله مش محتاجين اكتر من، هقول لك حاجه، اكتر من 5 سنين. عارفه ليه؟ لو عملنا ايه، لو عملنا اللي هو فتحنا باب التطوع للطلبه والطالبات، يعني في امريكا مثلا صح. بيدوا ايه، بيبقى من ضمن المقررات من اول الاعدادي ان لازم يعني ساعه في الاسبوع تطوع، الطالب او الطالبه ينزل يتطوع في الحي، ينزل يتطوع مع حد. ده شويه 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 هتتغير النظره. طب ما انا عادي انا بشتغل زي ما هو بيشتغل. طيب عشان نقول حل اخير، عشان نقول حل